السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على المنتخب الوطني وين سيرتقون للمركز 39 عالميا، يعني في التصنيف تاع الفيفا. انا ما يجري هذا، انا والله الجماعه برك لي ما نستعربش بهذا الترتيب، هذه نستعرب بها من جو رايحين كوب دي موند. نتمنى نكون مع 20 الولا في طعن، نطيح في المستوى الثاني ولا نطيح في المنطقه في المستوى الثالث، هذا مكان ما نستعرفش بها. خاطش عليه نشوفوا مصر شحال كانت مكلاسيا، لعبت فينال وخسرت يعني بصعوبه كبيره امام يعني بطل افريقيا، يعني بالضربات الجزاء ما خسروش في الوقت الرسمي والاضافي، حنا خسرنا في الوقت الاضافي. ما نستعرفش بها تاع نلعب الروتور في بلادي، مانيش غريان انايا ولا بدائي في كرة القدم تاع مين تكمل بارتي. نقول له تاع بكري كنا نلعبو ميني مكادي جينيور، ندلوها رجعت شو الروتور رجع تاع بكري كنا نلعبو ميني مكادي جينيور، ندلوها رجعت شو الروتور، عقل عليها الروتور عقل. حنا ولينا كيما هاكا، ولينا نخمو باللي نلعبو الروتور في بلادنا بس غادي نربحو ونديرو شويه تيك توك ونجرو في التيرا ونتمرغو في التيرا، شويه بكا شويه نديب ايا، والتيك توك يهدر علينا ونحتفلو كلش على فا. كلينا البيتشاك، كلينا البيتشاك باغلى مدرب في افريقيا من اجل المشاركه في تربص في التصفيات التاهيليه لكاس افريقيا والتصفيات التاهيليه لكاس العالم ومباراه تاع باراج، يعني من اجل هذا مكان، ماشي قضيه تاع باش نروحو نجيبو. خاطر قلتها لكم ونعاود، كاين مدربين عالميين باغيين يقلبوا ليكيب ناسيونال. علاش ماشي من النجوم اللي كاين وكلش، لا شي النجوم اللي كاين، لا راكم غالطين. صابوا باللي ناس تدي اموال كبيره غير باش تلعب وصايد كارتيات باش نلعبوا. انا كنت نقول لكم باللي ولينا المنتخب الوطني ولا يعني نادي هاوي كل شيء واحد بول قاضب ايكيب، يعني في ولايه ولا في بلديه ولا دايره، يعني الدراهم من يجيب لعابه غير فماك، دور اللعابه تاع 200,000 300,000 ويدي ذاك البيجي تاع 600 مليون، على حساب الدايره ولا حساب 700 600، يضربها تحت ويخسر عليهم عام كامل، يوكلهم في الكارانتيكا يخسر عليهم 200 مليون، والاخرى تروح للجيب خير ما يدير حانوت. ماشي سهله ولا وانكشف موقع فوتبول المختص في رصد اخر تصنيفات المنتخبات الاوروبيه والعالميه بان المنتخب الجزائري لكره القدم سيصعد للمركز 39 عالميا. بعد ما كنا نخمو كان يقول لك غادي نحطمو الرقم القياسي تاع 2014، على بالك بلي 2014 شحال كلاسينا في ذاك الشهر، في الشهر هذاك، على بالك بلي كلاسينا العاشر في الموند، على بالك بلي موراها ولينا 16، على بالك بلي درنا فرنسا مورانا سبب حقدي على الحاج محمد راوراوا من 1830، فرنسا ما جاتش مورانا. 2014 درنا فرنسا مورانا، درنا الدرابو تاع فرنسا قصناه مورانا، حقدوا على الحاج بأبنائها المخلصين هنايا يا ولاد القحاب، يا ولاد القحاب كرهنا في الكوب دي موند نيكم ماتكم، روحوا نيكم ماتكم يا زبي. وانا في الكوب دي موند، انا غايدتني كوب دي موند، اي غايدتني كوب دي موند، ربحتو ايران، ربحتو زبي ايران مش عندي. من بعد مين تلاقاو بالصح يقول لك نحصلوا في الحمام، نحصلوا في زبين، نحصلوا في السطاد، نحصلوا في السحارات، نحصلوا في الجنون، نحصلوا في الماء زمزم، نحصلوا هي كل واحد يقوده، حصلوا في غازاما، حصلوا في 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 ايطو، حصلوا قعدوا تتبعوا في ايطو، قعدوا تتبعوا، قعدوا تعايروا في بالشيخ. نورمالمون بالشيخ يحط زبو هاك، يحط زبو بالشيخ، يحط زبو كيما هاكا ويقعد يهدر، فيتو تهضروا على زبو، فيتو تلهوا مع زبو، ما تلهوش مع هدرته. نيكم ماتكم كاع كيما درتو،
راني عارف صحابي روحوا ليكم ماتكم، راني نعاير في هذاك في ذوك اليوتيوبر في العطايين اللي معاهم يعني كاع هادو حابه زبيه بي هذا هذا هو راكم تهضروا تاع خديمه تاع زبي هذه تاع خديمه تاع زبي هذه راكم عازمين سيروم يديكم سيروم مامي نورمالمون كنا في الكوب دي موند قلتو تعسوا في الكاميرون مكلاسيا 40 في الموند يا ودي كاميرا في الكوب دي موند قودوا زبان الكاميرا يهضر لي على الكاميرون يهضر لي على تونس يهضر لي على المغرب يهضر لي على السينيغال يهضر لي على غانا يا هذو راهم في الكوب دي موند انت راك فرحان انتوما راكم فرحانين ربحنا اوغندا ربحنا تنزانيا وربحنا ايران انتوما راكم فرحانين هذه وراكم فرحانين صاري بكري انايا كنت زعما كنجيبها 13 في الاختبار وصاحبي يجيبها 14 نروح نجري عند امه طب ولدك جابها 14 قول لي انت قولها 13 مي انا نجيبها زعما 15 ولا 16 الاختبار يجي عند امه طب شا كاين مالك عبد الله ولدي شا كاين خويا احمد جابها 16 راكم كيما هكا هاي انا وين راه هاي انا وين جاي الجزائر كرة القدم ستصعد للمركز 39 عالميا في التصنيف المقبل للمنتخبات على حساب المنتخب الكاميروني الذي سيتراجع للمركز 40 عالميا يا ودي انا ديرني 160 حنا على بالكم مي كنا مي كاليفينا الكوب دي موند 2010 على بالكم مي بغينا نلعبوا مع مصر على بالكم شحال كنا مكراسين ولا ما على بالكمش ما روحناش دو كوب دافريك كوب دي موند ما نهضروش عليه على بالكم شحال كنا مكراسين ولا ما على بالكمش كنا مكراسين 125 عاودوا ولوا كاين الارشيف عاودوا ولوا وروحنا كوب دي موند انا ديرني 200 انا ديرني خرجني من الكلاسمون نروحوا لكوب دي موند وين يعود سبب ذلك الى الانتصارات العظيمه خاطر ربحنا بطل افريقيا 7 مرات متتاليه اوغندا وربحنا تنزانيا المشاركة تاعها 18 في كأس العالم وربحنا إيران بطل العالم والسبب يعود إلى الانتصارات الثلاثة الأخيرة التي حققها المنتخب محاربي الصحراء في فترة التوقف الدولي والتي جمعتها تابع بأوغندا وتنزانيا وإيران وإن يحسب نفس المصدر فإن المنتخب محاربي الصحراء سيرتفع رصيده الى نقاط ترتيب الفيفا يعني في حين سيتراجع اسود غير المروضه للمرتبه 40 ويجدر الذك بان المنتخب المحاربي الصحراء كان يحتل مركز 44 عالميا على بعد 7 مراكز كامله عن نظيره الكاميروني بصح هما راهم في الكوب دي موند هما راهم في الكوب دي موند انت وين راك تا قول لي انت وين راك تا ليك تقول بلي رانا خير من الكاميرون كلاسمون رانا خير من الكاميرون كما كلاسمون راكم خير من زبي ماشي من الكاميرون عطايين تبغوا محسوب باغيين محسوب كي شاكم باغيين راكم باغيين محسوب تبينوا لنا بلي حنا ما بغيناش نروحوا كوب دي موند تبينوا لنا كيما محسوب بيتحشوها لنا محسوب اموال اللي على بالك من 2018 غور واحد حتى الاموال اللي راحت كل لعبنا كوب دي موند وحدنا هذه هي بعثوا ايران بعثوا زب الحمار ماشي ايران ايلان ربحنا ايلان كي تسمع باللي ربحنا ايلان نعرف شكون هو المدرب انا ما يمشاني تام هذا المدرب هذا مين يربح يقول لك هو ربح ومين يخسر يحصلوا في رئيس اتحاديه يحصلوا في سبعه يحصلوا في قرعه ريحه يحصلوا في الميلفي يحصلوا في ملف ثقيل يحصلوا في المخرج انت كنت كاميرون حصلوا في مخرج تاع تلفزيون
يا ولا الشيطان مخرج تاع التلفزيون فين حصلتو فيه ما بقيت مخلوع انا عرفت مشاكره ذاك اللي يغسل القلاوي تاع الكلاب هذاك الترام يباتو ينيكو فيه هذاك بولحيه عيط له عمو هشام يباتو ينيكو فيه روحوا بالوزداد حي حاسيبه روحوا فما كيخبروكم يخبروكم عليه تاع القلاوي تخلي له شعره من شعره تاع قلاوي كيشكي بيك مين يشكي يقول له ما دخلش قلاوي عاد دين باباك يا ولاد القحاب